معالي الدكتور زكي نصيبي المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة Vice Chancellor ماريت ويسترمان حضرات الأساتذة الضيوف الزملاء الأصدقاء أنا اليوم شديدة السرور والاعتزاز باستضافة الشاعر والناقد الكبير أدونيس في حوار حول فاتح مدرس الفنان السوري العريق أدونيس ضيفنا اليوم في المعهد بمبادرة من مديرة المركز العربي لدراسة الفن في جامعة نيويورك أبوظبي سلوى مقدادي وأيضا في ضيافة مؤسسة أتاسي المناسبة هي صدور كتاب فاتح وأدونيس حوار في نسخته الإنجليزية سأترك لزميلاتي التحدث بإسهاب أكبر عن رؤيتهما لهذه المبادرة يتشرف معهد نيويورك أبوظبي باستضافة هذه الأمسية إذ إنه منذ تأسيسه عام 2008 يعمل المعهد على استقطاب الأكاديميين والمختصين والفنانين من شتى أنحاء العالم إلى مؤتمراته الأكاديمية وبرامجه العامة وباستضافته لهذا الحوار مع الشاعر الكبير والناقد الكبير أدونيس يرسخ مكانته كمركز للأبحاث المتقدمة والأنشطة العلمية والإبداعية في أبوظبي هذا الحوار ليس إذن سوى إشعاراً بأن جامعة نيويورك أبوظبي تلعب دوراً هاماً في نشر الثقافة والتفكير المتجدد شكراً لكم على الاستجابة للدعوة وعلى روح المشاركة التي دفعتكم للحضور أهلاً وسهلاً في جامعة نيويورك أبوظبي أتمنى لكم وقتاً مثمراً وممتعاً والآن أدعو زميلتي سلوى أو قبل ما أترك الموبايل بليز إنه من الحس أخذ الصور وفي الصورة الحسية تتجلى المعاني هكذا وصف الشاعر والفيلسوف الأندلسي محي الدين بن عربي العلاقة بين الحس والصورة والتي تمتد لتشمل أواصر الشعر والفن البصري فالشاعر يرسم صورة بكلماته والفنان يكتب الشعر عبر تصاويره البصرية في هذه الأمسية المتميزة يتشرف المورد المركز العربي لدراسة الفن بجامعة نيويورك بأبوظبي باستضافة أبرز رموز الشعر العربي الشاعر أدونيس في هذه الأمسية للحوار حول علاقة الشعر بالفن وعلاقته مع الفنان الراحل فاتح المدرس يتقدم مركز المورد بجزيل الشكر إلى معهد جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسة أتاسي لتعاونهما معنا في استضافة هذه الأمسية المميزة المورد وهو المركز العربي لدراسة الفن بجامعة نيويورك هو أول مركز أبحاث أكاديمي في نوعه في العالم يتخصص في دراسة مختلف أنواع الفنون البصرية في العالم العربي ويركز على ثلاث محاور في نشاطاته هي الأبحاث والتعليم والأرشيفات الفنية نستعرض في هذه الأمسية لقطات فيديو لمدة 10 دقائق وهي نادرة ومن حوارات أدونيس وفاتح المدرس حول جوانب التقاطع بين الفن التشكيلي والشعر من المنظورين النظري والعملي تليها تعليقات من قبل السيدة منى أتاسي والفنانة والباحثة آلاء يونس حول هذا التسجيل النادر بالإضافة لشرح مفصل مع الشاعر أدونيس حول محاور كتاب فاتح وأدونيس التي تكلمنا عنه سابقا وهو في وأسست السيدة منى أتاسي
برفقة شقيقتها ميلاء جاليري أتاسي في عام 1986 في حمص في سوريا، وكانت أول صالة عرض في ذلك الوقت. كما أنشأت مؤخراً مؤسسة أتاسي للثقافة والفنون مركزها دبي في عام 2016، وذلك للحفاظ على الإرث الفني التشكيلي السوري للأجيال القادمة. والآن أدعو السيدة شيرين أتاسي مديرة مؤسسة أتاسي للثقافة والفنون لإلقاء كلمتها حول المؤسسة، وأرجو منكم الترحيب بها والاستمتاع بهذه الأمسية. شكراً. أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، مساء الخير. أولاً أود أن أعرب عن شكري العميق للشاعر أدونيس للقيام بهذه الرحلة إلى الإمارات، خصيصاً لمساعدتنا في إطلاق كتابنا حوار فاتح أدونيس العقل والحدس، ولإثراء معرفتنا عن الفنان فاتح المدرس. كما أعرب لكم عن شكري العميق على حضوركم اليوم شخصياً وافتراضياً، وعلى تمضية هذه الأمسية معنا. أتوجه بالشكر أيضاً إلى السيدة سلوى وبقية فريق المورد ومعهد جامعة نيويورك لاستضافتنا وعلى عملهم معنا على تنظيم هذا الحدث الهام. اسمي شيرين، وأنا مديرة مؤسسة أتاسي التي أنشأها والدي عام 2016، منى وصادق أتاسي بعام 2016. أردنا إظهار الوجه الحقيقي لسوريا ومواجهة مشاهد الدمار والموت من خلال إنشاء مبادرة غير ربحية ترتكز على تقديم إرثنا من الفن الحديث والمعاصر والترويج له وخلق المعرفة المتعلقة به، وليكون فعل مقاومة تجاه ما يحدث في سوريا. أريد أن أنتقل إليكم لأتحدث حول هذا المشروع على وجه الخصوص. في الواقع من المدهش كيف أن حدثاً جرى في عام 1998 في جاليري أتاسي في دمشق كان له هذا التأثير العميق على حياتي الشخصية في السنوات الثلاث الماضية. في عام 1998 استضافت والدتي الفنان فاتح المدرس رحمه الله والشاعر أدونيس في الجاليري للحديث عن العلاقة بين الكلمة واللون بإطار ندوة بعنوان هل العمل الفني نص أدبي؟ كان واحداً من اللقاءات الهامة جداً في سوريا، واستمر الحديث ثلاث ساعات ضمن حضور كثيف في داخل الجاليري وخارجها. وعلى خلفية نجاحه قرر أدونيس ومنى وفاتح استكمال الحوار، فاستضافتهما والدتي في منزلها لمواصلة الحوار على مدى أربع أيام بهدف نشر الحوار في كتاب غيب الموت فاتح المدرس بعد بضعة أشهر، ولم يرى الكتاب النور إلا في عام 2009 عندما نشر باللغة العربية في دمشق بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة فناننا الكبير. في عام 2019 قررت المؤسسة ترجمة الكتاب الذي نفدت طبعته العربية، وذلك لمنح القارئ الأنجلوفوني فرصة التعرف على هذين المبدعين وأفكارهما التي كان لها الأثر الكبير على الثقافة السورية. إني على ثقة بأن هذا الكتاب سيكون قيماً جداً للباحثين والكتاب وقيمي المعارض. قامت بترجمة هذا الكتاب السيدة رولا بعلبكي، أستاذة الترجمة بالجامعة الأمريكية في بيروت، وتم نشره بالتعاون مع دار كاف بوكس. وبمناسبة إطلاق هذا الكتاب والاحتفاء بالصديقين أدونيس وفاتح رحمه الله، سنقوم بعرض مقطع قصير من الحوار الأصلي الذي جرى في الجاليري عام 1998. هذا المقطع لم يتم عرضه من قبل، وهو جزء من أرشيف جاليري أتاسي، والذي نعمل على إطلاقه إلى جانب أرشيفات أخرى توثق الفن السوري في القرن العشرين. نأمل أن تستمتعوا بهذه الأمسية وبهذا الحدث كما استمتعت أنا أثناء العمل عليه. إلى جميع أصدقائي الذين لم يفهموا سبب انشغالي الكبير في الفترة الأخيرة، أعتقد أنه لا حاجة للتفسير الآن. شكراً.
الإنسان عندما يطلق صورة أو يطلق كلمة له رصيد مسبق في الذهن. إذن السؤال الموجه لصديقنا العزيز الدكتور أدونيس، هل هناك علاقة عضوية ما بين الكلمة والصورة؟ تفضل أستاذ. شكرا. أولا اسمحوا لي أن أشكر السيدة منى الأتاسي لدعوتها الكريمة لي، فقد أتاحت لي هذه المناسبة للالتقاء معكم، وأعتز بالحوار مع صديقي القديم الكبير فاتح المدرس. فشكري للسيدة منى الأتاسي وشكري لكم جميعا واحدا واحدا. السؤال يعني نعم ولا. نعم، من حيث سأتقيد بالسؤال الأول، هل اللوحة عمل أدبي أو فكرة أدبية؟ اللوحة نص، لكن مهما كانت هناك تشابكات بين الأفكار والألوان في اللوحة، فللوحة خصوصية تختلف عن أي عمل أدبي. وأنا أقصد هنا بالعمل الأدبي العمل الشعري بشكل خاص. فإذا لم يكن هناك تمايز بين اللوحة والقصيدة، فالعملية الفنية أولاً تضيع، ولا نعود نعرف ما خصوصية لوحة فنية وما خصوصية نص شعري، ما خصوصية اللون وما خصوصية الكلمة. أنا أعتقد في التحليل الأخير اللوحة شيء أو عمل متميز تميزاً كاملاً عن العمل الشعري. طبعاً حين أنظر إلى لوحة يمكن أن أرى فيها بعض الإيحاءات التي توحي ببعض الأفكار، ممكن أن أرى فيها إيقاعات موسيقية، ممكن أن أرى فيها علاقات بتكوين علاقات هندسية، ممكن أن تكون اللوحة شريحة كاملة عن لحظة ثقافية أو لحظة تاريخية معينة، شأن القصيدة. لكن بخصوصيتها الأخيرة هي تشكيل، وتتميز بلغة تشكيلية معينة. وأعتقد أن من مشكلات الفن إجمالاً شعراً وتشكيلاً هو هذا المزج بين الأفكار وخصوصيات اللوحة من جهة وخصوصيات النص الشعري من جهة أخرى. فنحن غالباً لا ننظر إلى اللوحة بلغتها التشكيلية، وإنما ننظر إليها كموضوع، ننظر إليها كأفكار وكعلاقات بيننا كأفكار وكموضوعات وبين هذه اللوحة. وكذلك الشأن في قراءة قصيدة، نحن لا نقرأ القصيدة بوصفة مقاربة لغوية للأشياء أو للعالم بقدر ما نقرأها بوصفها تعبيرا عن قضية، أو بوصفها تجسيدا لفكرة، أو بوصفها تجسيدا لإيديولوجية أو قضية معينة. وفي ظني أن هذا المزج أو هذا الخلط بين المستويات هو من المشكلات الأساسية
في اللغة الفنية إجمالا العربية. وإذا لاحظنا دعما لما أقوله أننا عندما نقرأ نقدا للشعر مثلا أو عندما نقرأ نقدا للتشكيل فنحن نترجم هذه اللوحات التي ندرسها أو هذه القصائد التي نقرأها نترجمها إلى أفكار، وقلما ندرس اللغة الفنية في هذه اللوحات أو اللغة الفنية في هذه القصائد. ولذلك يندر عندنا نقاد الشعر بالمعنى العميق للكلمة كما يندر عندنا نقاد التشكيل بالمعنى العميق للكلمة، وهذه من المشكلات المطروحة في العالم الفني العربي. لا أريد أن أسترسل طويلا لكي أترك المجال لصديقي الأستاذ فاتح، وعلى ضوء ما يطرحه يمكن أن نسترسل في توضيح بعض الأفكار. شكرا أستاذ. قبل ما نخلص من مفهوم فيزيولوجية الكلمة التي هي عملية تجريد طبيعية في الذهن وما بين الصورة المرئية وأيضا تفاعلاتها في الذهن، نحن بنشوف صورة على الجدار أو بنشوف رجل أو امرأة لكن أوتوماتيكيا عم ننطبع عنا هيك بشعر أنا، يمكن غلطان. سؤال موجه لك أستاذ، الصورة أنا مثلا بشوف شوفك أنت بس أكيد أنت بذهن غير هذا الشيء، هكذا أنا بالنسبة لي أكيد أنه أنت جوا مبني من 50 سنة، شو بدي أنا أقبل صورة واحدة ذهني برفضها هاي. إذن نحن ما خلصنا من قضية التحليل الفيزيولوجي يعني الجسدي المادي للكلمة والصورة، ما خلصنا منها. أنت ذكرت إنه الشعر والموسيقى وكذا، أنا بشوف الموسيقى ما لها علاقة لا بالرسم ولا بالأدب، عالم خاص ولغة خاصة جدا. هالخلط هذا أنا بشك فيه أنا. أي وحدة. الثاني إنه إذا كانت هناك ثورة في الشكل انتقل من الصورة كعمل فكري أدبي مثل أعمال القرن 17 بين هلا الرفض الكلي لمفهوم الفن، إذا الشكل يتحرك مع الزمن. هون السؤال سأل، هل اللغة العربية تحركت مع الزمن؟ رجاء اتضح. أهلا وسهلا فيكم في جامعة نيويورك أبو ظبي وفي مركز المورد وفي هذا اللقاء اللي أكيد الناس جاي متشوقة تتعرف أكثر وتتحدث معكم. أنا فعلا أنا اسمي آلاء يونس وأنا بشتغل باحثة في مركز المورد المركز العربي لدراسة الفن اللي هو جزء من جامعة NYU، وأيضا أنا فنانة وعندي مشاريع في النشر وصناعة المعارض. لما شاركوني الكتاب علشان أتعرف على هذا الحوار وعشان أحضر لهذا اللقاء كان كتير مهم لإلي أني أحضر الفيديو اللي كان عم بيصير أول اللي كان ضمن المواد اللي شاركوني فيها علشان الواحد يحس المشاعر والعلاقة الموجودة بين السيد أدونيس أو الأستاذ أدونيس والسيد فاتح المدرس.
اللي هي علي صوتك شوي. اوكي عشان حتى يسمعوك عشان اقرب هيك. بقول كان مهم اني اتعرف على نوع العلاقة اللي كانت موجودة بيناتكم، كيف كنتوا تحكوا مع بعض، كيف كنتوا تمزحوا مع بعض يمكن، او شو نوع هذه العلاقة المتواجدة بيناتكم، شو نوع الهواء المتبادل بيناتكم او اللي بمر بيناتكم. وصراحة هلا احنا عم نرجع نحضر الفيديو، بعد ما انا حضرت الفيديو قريت الكتاب، بس هلا اول مرة بنتبه انه كنتوا بتحكوا بالعربي الفصيح، لاني وانا عم بقرا الكتاب بقول طب هم كانوا بيحكوا بالعربي الفصيح وما حاولتش ارجع ادور. فانا خطر على بالي سؤال ابدا فيه للست منى أتاسي، انه الاصدقاء استاذ ادونيس والاستاذ فاتح المدرس هم قاعدين كل الوقت بتحدثوا مع بعض، سواء بتقابلوا بالاستوديو او بالافتتاح او بيسهروا او بيزوروا بعض باشكال مختلفه، وحتى في بيتك اللي ذكرتي انهم التقوا فيه في لبنان او في اماكن اخرى. شو بيصير بس يعني تضع الميكروفونات امام الصديقين ويتحدثوا عن افكارهم الفنيه ورؤاهم ومشاريعهم وتعاوناتهم امام جمهور المعرض الفني اللي كنت حضرتك مديريه؟ سؤال لي. اسمحي لي استعير لاشرح لك العلاقه بين الاستاذ أدونيس وفاتح. استعير استهلال أدونيس بالنسخة العربية لفاتح. بتمنى أني أقرأ منيح وما أتلعثم وأعمل التشكيل صح. قرأي بالدارجة، قرأي بالدارجة. لأنه أنا كمان فكرت كتير وقت اللي بدنا نحكي بالجلسة، ما شفت أنه في ممكن حدا يشرح طبيعة ومستوى العلاقة اللي بين هالأيقونتين السوريتين الكبار، سواء على المستوى السوري أو على المستوى العربي. وأنا ما بإمكاني أقدر أشرح عن أستاذ أدونيس أو فاتح، ولكن رح استعير استهلال أدونيس. فكرة ذكية. سامحوني. هي النظارات. بيسمي النص استهلال. واسم النص في حركية العالم لا في الكتب. بين شطح يبتكر الأجنحة ونجوم ليست منازل للملائكة تحدثنا فاتح المدرس وأنا عن اللون والكلمة وعن الذات والآخر، أعني تلك القصبة النحيلة العالية الإنسان. لا منهج غير البحث والتساؤل، لا غاية إلا الكشف والضوء. وكان حديثنا عفويا وحرا، نقول أحلامنا وأفكارنا، نفصح عما نتذوق وعما يعلو بحسنا أو يهبط. وفي هذا كله لم نزعم أن كل ما نجهر به صواب، ولم ننكر حقنا في الخطأ، بل أحببنا أخطائنا بوصفها تفتح لنا أفقاً آخر للمعرفة. وكنا نتطارح الأسئلة كأننا نبعثرها على بساط الواقع الحي والتجربة المعاشة، بحثاً عن الأجوبة لا في الكتب بل في حركية العالم. وكان كل منا يحمل في ذاكرته رسائل كتبتها الأزمنة، فتحنا بعضها وآثرنا ألا نفتح بعضها الآخر، خصوصا تلك التي ترتبط بما يحاصر ويقيد أو بما يعلم وينظم ويقود. وفي استبصارنا ماهية الفن، أهو تعبير عن الإنسان أم امتداد له
امتدادا له وتكملة. ملنا إلى القول إن الصورة الفنية شريكة لهوية المبدع، كأنها جزء منه طبيعة ومخيلة. وكان فاتح في إبداعه مأخوذا بألق الحياة وسطوعها، فيما كنت أميل إلى الغوص في معنى هذه الحياة مأخوذا بالكشف عن معنى هذا المعنى. وكان كلانا يحاول أن يصنع من اللاشيء شيئا، من القشرة لبا ومن التراب وردا، عاملا على أن يجعل من فنه شكلا لحياته. هكذا كان نتاج كلينا بمثابة مسرح لعري الحياة وبهائها. فاتح المدرس ينبوع شغف وافتتان تلتطم ضفافه بأبعاد وأطراف تلتطم هي نفسها بشهوات إبداعية عصية على كل ترويض أو تدجين. وكنا في هذا كله صديقين. كلما تذكرته أتذكر ما يقوله أبو حيان التوحيدي: الصديق آخر هو أنت. يعني هذا جوابي بالنسبة للعلاقة بين أدونيس وفاتح. جواب حلو فعلا. بس إيش بيصير لما بنحط الميكروفونات قدام الأصدقاء قدام الناس؟ شو كان الهدف من هذا النوع من أنواع الحوارات ومشاركتها مع الجمهور؟ هذه وثيقة بتضل مع الوقت، ونقدر مثل هذا رجعنا نقدر نطبع منها كتاب ونترجمه بالإنجليزي ونعرض منه الفيديو ونرجع نتحاور مع بعض المحاورين الموجودين. ذكرتي حضرتك إنه مبارح لما التقينا للتحضير لهذا اللقاء إنه كان في كتير ناس جاي تحضر هذا اللقاء أو تسأل أسئلة، يحاولوا يصوروا يمروا من قدام الكاميرا. شو عم يصير في هاي لحظة المشاركة؟ شو لحظة العرض اللي عم بتصير بين صديقين مفكرين أو عم بيفكروا مع بعض بالفن وبالثقافة وبإنتاجهم الإبداعي؟ بدي أسألك أنت إذا كنت موجودة بهيك جلسة شو بتفكري؟ تتاخدي بحديث قامات كبيرة بأيقونات كبيرة، بتسمعي بيعجبك ما بيعجبك، بس أنت متاخدي وأنت جاي لتسمعي لتشوفي لتتعرفي على هالأشخاص، وكان هذا شيء رائع. صحيح تماما. بس يعني ما فهمت شو بتقصدي من سؤالك. الناس بتجي أولا للحوار وكتير كان قليل الحوار في بلادنا بين كاتب شاعر ورسام، ولكن العلاقة الندية التكافؤية بين هالشخصين كانت تستدعي هذا الحوار، وهو حوار موفق. أنا هذا اللي عم بحكي عنه، إنه أين هي الأماكن اللي بنلتقي فيها بالحوارات الخاصة اللي عم بتصير بين مفكرين مع بعض، وكان هذا اللقاء واحد منهم. مش عارفة إذا سؤالي مش واضح، بس لا جاوبتي بطريقة مناسبة، إنه الناس بتيجي عندها الاهتمام إنها تسمع هذا النوع من الحوار، فكويس. طبعا سوري إذا كان مش واضح الأشياء، بس أنا حسيت إنه في لحظة انترستينج، إنه كنا كتير بنحكي مبارح على الصداقة اللي موجودة بين السيد أدونيس والسيد فاتح المدرس، وهاي الصداقة مش عمرها ثلاث أربع حوارات، وإنما هي نتاج كل هاي الحوارات، لكن بتعيش بشكل أطول لما بنطبع الكتاب، وهذا جهد مهم، جهد أساسي. أنا كنت بس بفكر إنه في لحظة إنتاج هاي اللحظة كجاليري، شوفتوا بهاي الرؤية كيف حضرتوا لهاي اللحظة؟ هذا كان سؤالي عن هاي الشغلة. حضرتك جاوبت. هي ابتدت بندوة بمناسبة إصدار كتاب، وخلال بمناسبة إصدار الكتاب عملت عدة ندوات نحكي عن المشهد السوري، وأخذنا كل مرحلة من مراحل
المشهد التشكيلي السوري. في اللقاء الأخير كان الحوار بين أستاذ أدونيس فاتح الله يرحمه عن الصورة والأداء. طبعا وقت شفنا قديه مشتاقين احنا لبعض، وقديه الناس مشتاقة لهيك حوارات، وقديه هيك حوارات بتنقصنا، كنا اقترحنا على بعض انه وعدنا أدونيس انه انا رح ارجع بالخريف وبدنا نعمل جلسة وفعلا نعمل حوار وينطبع. وفعلا رجع وعملنا الحوار. بعد بسدي توفى الأستاذ فاتح الدريس وما صار نصيب لأنه ينطبع الكتاب. بمناسبة وفاته بعد 10 سنين انطبع، وكان هذا الاستهلال اللي قدمه أستاذ أدونيس، وهو ما بس وثيقة، هو الحقيقة معرفة هالشخصين. مو بس وثيقة، هني ما بحاجة لوثائق أدونيس ولا فاتح، هني شخصين معروفين يعني وشخصين هذا، بس هي حقيقة لحظة لقاء حقيقية ولازم تتدون وتنطبع بكتاب وتم، وهي مرجع صحيح لكثير من الناس والدارسين الفن أو الأدب فعلا يتعرفوا على فكر مدرس وعلى فكر أدونيس. بالمناسبة بالنسخة العربية الكتاب كان اسمه فاتح وأدونيس حوار، بالنسخة الإنجليزية اللي أنا استلمتها بنتي ومشكورة جدا هي القيمة عليه، طلبت شغلي وحيدة إنه ينزاد سوتيتر اللي هو العقل والحدس. العقل والحدس مثل ما بتقريه بالكتاب وبتصور واضح العقل والحدس. أستاذ أدونيس، حضرتك حكيت برضو في التحضير مبارح أنه كنت أصدقاء جدا مع السيد فاتح، من التقيته في زمن مبكر من عمركم. في الكتاب مكتوب أنه تبادلتوا قراءة الجراح، جراحكم أو أفكاركم، كنتوا عم تتبادلوا باستمرار هذه الأفكار حول فرصة للقيام بمشاريع أخرى، يعني هذا كله كان تحضيرات لأفكار ستأتي. خبرنا عن هاي الصداقة اللي كانت بينك وبين فاتح المدرس، وعن الأسئلة اللي بدأتوا منها هذا الحوار اللي هي ببدأ منها هل اللوحة عمل أدبي. خبرتنا مبارح أنه هذا حتى السؤال كان هدفه هو المشروع اللي كنتوا عم تحاولوا تشتغلوا مع سوا، واللي للأسف ما لحق الوقت. طيب شكرا على السؤال. أولا اسمحوا لي باعتباري أرى هذا الصرح الجامعي للمرة الأولى، اسمحوا لي أولا أن أحيي هذا الصرح الجامعي لاستضافته هذه الندوة، وأن أحيي مؤسسة أتاسي، وأحيي مؤسسة المورد، وأحيي الصديقات والأصدقاء الحضور واحدا واحدا، وأخص بالذكر الصديق القديم زكي نسيبة. وأشير إنه للمرة الأولى يحدث مثل هذا اللقاء للكلام على الفن العربي بوصفه رؤي للإنسان والعالم، وباستقلال كامل عن السياسي وعن الدين وعن القضايا الأخرى، وهذا بحد ذاته حدث ثقافي. أنا بالنسبة لي نحن في شخص فاتح على الأقل بالنسبة إلي لسنا أمام فنان بالمعنى المهني بارع في تشكيل الألوان وتفكيكها ومزجها وابتكار ألوان داخل الألوان. نحن أمام ظاهرة ثقافية
بكل ما في هذه الكلمة من معنى، بحيث أن اللوحة اللي رسمها ليست مجرد عالم من العلاقات اللونية والكتل اللونية والضوء والخطوط، وإنما هي شريحة ثقافية عن المجتمع الذي كان يعيش فيه. وكونه ظاهرة ثقافية أتاح لنا، لأنه كان يكتب الشعر وكان يكتب يمارس السرد، يكتب الرواية، وكان يمارس حتى الموسيقى، كان يعزف بيانو فاتح. وإذن هو كان يعني شخصية شاملة ومشغولة، لا بنجاحه الفردي، وإنما مشغولة بأن يعطي شيء باسم هذه البلاد وبهذه الأرض التي عاش فيها وينتمي إليها. وهذا الحوار الذي تفضلت مؤسسة أتاسي ونشرته ليس إلا الجزء الأول من همومنا المشتركة. هذه الهموم المشتركة تتمحور حول العلاقة بالغرب، وطرحنا يعني أشياء كثيرة، أنه كيف يمكن أن تخرج اللوحة العربية من الحدود التي رسمها الفن في عصر النهضة الإيطالي. في عصر النهضة الإيطالي رسمت لوحة وفرضت على العالم، وكل الفنانين كانوا يأخذوا هاللوحة وينوعوا عليها، لكن ضمن الأفق الذي رسمته هذه اللوحة. وكنا في مرحلة مثل ما خرجنا على الأشكال التقليدية لا على الشعر الذي حملته، قلنا لماذا لا يحدث هذا الخروج أيضا فيما يتعلق بالفن التشكيلي؟ وعندنا في تراثنا الإسلامي وما قبل الإسلام أيضا في هذه المنطقة التي نعيشها، عندنا عناصر أساسية تتيح لنا مثل هذا الخروج ولخلق لوحة جديدة. واللوحة الجديدة تعرفوا أنه قام فيها الغرب نفسه، يعني فنانون غربيون قاموا فيها. مثلا أنا بعطي مثل اللي هو بالنسبة لي أبرز وأوضح الأمثلة، هو تابيس مثلا حاول يكسر اللوحة الضهضة ويدخل عناصر مختلفة في اللوحة، من الخرقة العادية إلى القطعة السجاد أو مكنسي أو أي شيء آخر، يدخلوا في هوية اللوحة حتى يحول، يعني ما بس يخرج على اللوحة، يعني مجرد الخروج لا يعني شيئا، حتى يقول اللوحة أبعد من أن تكون مجرد فضاء لوني، مثل ما القصيدة أيضا أبعد من أن تكون مجرد فضاء لغوي، لأن هناك في لغة داخل هذه اللغة، وإلا لا معنى للفن. لازم يكون في الفن مثل ما بيخاطب العين، مثل ما بنقرأه لازم يخاطب البصيرة أيضا. لازم يكون لكل عمل فني بعد أفقي، وله أيضا بعد عمودي. بدون هذا البعد العمودي لا معنى للفن في الأخير. فعملنا هذا الكتاب كمقدمة للمشروع الذي نبحث عنه، وأنا بالفعل يهمني بشكل كبير هذا المشروع، ويعني
أرجو أنه يعني ممكن نبحث فيه، يعني ممكن نطرح أسئلة حوله، وما دام في عنا رعاة ومشجعون للفن كفن مثل في مشجعين للرياضة ولغير الرياضة، فهم نتشجع نبحث في قضايا. حلو. في الكتاب برضو حضرتك حكيت إنه اللوحة طيف، جسم أو مكان يتلاقى فيه المرئي واللا مرئي. هذه التجليات تسميها جراح، تبدو كأنها جراح أو أجسام كلها مغمورة بالوجع. كيف يمكن أن نقرأ اللامرئي في اللوحات؟ لا، كل نص حتى عندما ترينه لا ترينه إلا بوصفه لا مرئيا أيضا، لأنه في قرار وراءه. لأنه الكلمة إذا قلت لك مثلا مثل ما فينا ما الأمثلة باللوحة، بس إذا قلت لك مثل شاعر بيوصف حبيبته وقت بيشوفه بعد بعد مسافي، بيقول مثلا ما بيوصف لباسها أو بيوصف هيئتها أو بيوصف شكلها، بيوصف اللامرئية فيها. بيقول ضاقت علي نواحيها فما قدرت على الإناخة في ساحاتها القبل. اللامرئي هو الثقافي الموجود وراء الكلام، يعني الساحة اللي بتبرق فيها الناقة، يعني الناقة، يعني العلاقة مع الناقة إلى آخره. كل شعر عظيم يقوم باللامرئي الذي فيه، وكل فن عظيم يقوم باللامرئي الذي فيه. لأنه كمان جسد الإنسان يمكن نأخذه مثالا، يعني أنت في عائلة واحدة وعندك أخت أو أخ، ولكما أب وأم نفسه، وأنت بتقولي مثله، في شيء مشترك بينكم أنه 2 زائد 2 يساوي 4 إلى آخره. الثقافة المشتركة موجودة، بس هل تحلمين كما تحلم أختك أو أخوك؟ وإذا أنت فريدة في أحلامك، في اللامرئي منك، في أعماقك، لكن ما فينا نفهمك ككائن أمامنا إلا إذا فهمنا هواجسك العميقة. هالكلام اللي بنحكيه بشكل يعني على السطح فقط لا يعني شيئا إذا لم تكن له جذور عميقة. والشعر العربي مليء بهذا، لكن مع الأسف النظريات والخلافات السياسية أدت بالتحليل الأخير، كلكم تعرفوا، إلى نظرتين تسودان المجتمع والثقافة العربية. نظرة الأخذ بظاهر الأشياء بتأثير الدين، إنه ونظرة تقول بالتأويل. شو يعني التأويل؟ التأويل يعني قراءة النص بجانبه اللامرئي أو بجانبه الخفي اللي بيعطي غنى، وقراءته في ظاهره فقط بأكد المشترك العام. لأنه سياسيا إذا ضربت المشترك العام معناها ضربت ثقافة السلطة، والسلطة تريد المشترك العام حتى يدعمه. أي نقد للمشترك العام تحسبه السلطة كأنه نقد لها، كأنه نوع من تهديم سلطتها هي. ولذلك عندنا بتعرف الشعراء الكبار الخلاقين إما هم مشوا، وإما بعضهم قتل وبعضهم يعني، إنما اللي انتشر واللي عرف أكثر شيء هنن الشعراء اللي التصقوا
بالسلطة وكانوا مداحين وهجائين والآخر، يعني التصقوا بالثقافة المشتركة. أما شاعر مثل أبو العلاء المعري من كبار شعراء مش باللغة العربية بالعالم، لا أحد من العرب، أنا أشك في أن كله 10 قراء، أشك. شاعر مثل أبو نواس شاعر عظيم في مثل بودلير، وقد يكون نسبيا أهم من بودلير لأنه خلق لغة المدينة، خلق لغة لا مرئية يعيشها الناس ويعيشها القراء في بغداد. جميل. فإذا اللامرئي هو جزء عضوي وأساسي من حياتنا جميعا، وهي أهمية فرويد على كل حال. يعني فرويد يعني كشف أو أعطى وجهة نظر في هذا اللامرئي وغير الثقافة الغربية بكاملها، ونحن حتى الآن متردد في قراءة فرويد. ليش؟ لأنه النص عندنا، يعني أنا لا أقرأ إذا كتب زكي نسيبة مثلا نص، لا أقرأ نصه في ذاته، أقرأ شخصه. من هذا الشخص؟ ما هي ميوله؟ ما هي سياساته؟ وعلى هذا الأساس أحدد موقفي منه. لا أحد يقرأ النص في ذاته عند العرب، نادر يعني، لا أحد، أعمم شوي لأنه عايشة كثير. نقرأ الأشخاص ونقرأ ميولهم ونقرأ انتماءاتهم ونقرأ إيديولوجياتهم. ولذلك إذا كان هناك أزمة حقيقية في الثقافة العربية هي أزمة قراءة وليست أزمة إبداع. أنا يعني أزعم أنني أعرف النتاج في العالم كله تقريبا، يعني من الصين إلى البرازيل بالترجمة وبالمعرفة الشخصية وإلى آخره. عندنا مواهب بالعالم العربي، يعني حتى نكون متواضعين لا تقل أهمية عن أي موهبة في العالم، لكن لهذه المواهب ما لها أي حضور. وإذا مشكلتنا مشكلة قراءة، ومشكلة القراءة أيضا مشكلة مرتبطة بالسلطة، لأنه لا تزال الثقافة عندنا جماعية، وجماعية بالمعنى الديني. يعني إذا قال لك، إذا قريت كتاب للإمام الشافعي اللي هو من كبار الأئمة، من قال برأيه في القرآن فهو مخطئ وإن أصاب. ما في باللغة الثقافية العامة سوبجكتيفيتي، ما في ذاتية. القارئ هو الجماعة وليس الفرد. وإذا كل هذه الأمور كنا نبحثها مع بعض، وكنا يعني كنا نواة، كان عندنا أحلام طبعا فيها شوية طفولة وفيها شوية كبرياء وفيها شوية، حتى نعمل شيء في هذا المستوى. وبعتقد لو عاش، يعني هو حي بيننا دائما، بس لو أتيح لنا المجال كنا عملنا جزء ثاني من الحوار، جليت، وقرأنا هذه القضايا كلها في الكتاب. أطلت يعني. لا بالعكس، شكرا. في هذا الكتاب أيضا سألت فاتح سؤال، في هذا العالم ماذا يمثل الفن؟ كنظرة كرؤية، هل الفن دور في فهم هذا العالم، في الخروج منه، في جعله جميلا؟ ما هي الرؤية الفنية بالنسبة لك ضمن هذا العالم؟ وبعيد السؤال. طيب هلأ على هالمستوى الفنان اللوحة مثل الشاعر، مثل الشعر. إذا ورح أعطي أمثلة بدون نظريات، يعني إذا الآن الاتحاد السوفيتي، الثورة الشيوعية ثورة عظيمة في تاريخ البشرية، علما أن عمري ما كنت أنا شيوعي، لكن موضوعيا ثورة غيرت التاريخ يعني، وكان فيها شعراء
سمي شاعر اسمه مايكوفسكي، وكان فيها قادة أساسيين عملوا الدولة من سمي لينين. انتهى الاتحاد السوفيتي الآن وانتهت الشيوعية عملياً في بلادها، إلا في عالم آخر لموضوع آخر. إذا سألت الآن بالمعنى العميق للكلمة، من الأبقى في تاريخ العمل الشيوعي في تاريخ الاتحاد السوفيتي، لينين ولا مايكوفسكي؟ مايكوفسكي. ليش؟ 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 لأنه لينين صار جزء من التاريخ وتخطته الأحداث، بينما مايكوفسكي التاريخ جزء منه، لأنه لا يمكن أن يفهم التاريخ بدون فهم مايكوفسكي، وهو إذا لا يغيب على الإطلاق. وعلما أنه مايكوفسكي قتلته الثورة نفسها، وهذا ما يمكن أن نقول بالنسبة لتاريخنا أيضا. هلا معاوية كان من أعظم القادة العرب، وهو أول مؤسس لدولة شبه علمانية، يعني أهم بالنسبة لي شخصيا بعد المأمون، في المأمون بتاريخ السياسي العربي وفي معاوية. وكان عنده شعراء بالعصر الأموي، عنده ثلاث شعراء، عنده الأخطر والفرزدق وجرير، مع أنه كانوا شجعان، وكان يفوتوا على القصر ويقولوا الأخطر المسيحي لعبد الملك بن مروان المسلم يشرب، ويقولوا إذا ما نديني علني ثم علني ثلاث زجاجات لهن هدير، خرجت أجر الزيلتيها كأنني عليك أمير المؤمنين. أمير، وكان يصفق له. ومع ذلك إذا بتذكر التاريخ العربي الآن، يعني عبد الملك بن مروان صار جزء من التاريخ، لكن الأخطر والفرزدق وجرير بعدهم أحياء، بيعبروا التاريخ، بعدهم أحياء. فإذا إذا أمي ما فيها إبداع، يعني ما فيها حياة. مشان هيك أهمية الفن، يعني الفن هو الخزان العميق في الشخصية الاجتماعية وفي شخصية البر في الشخصية الكونية، والثقافة هي مرتبطة بالأشياء الزائلة، أما الفن مثل الحب مرتبط بالأبدية. إذا ما في حب ما في إنسان، إنسان بدون حب شو يعني؟ طيب يا أستاذ أدونيس، عفوا قطعتك، أنت عم تعطينا أمثلة عن مبدعين بالأدب بالشعر، بوحي أعطينا مثل عن فنان تشكيلي، بوحي عن مصورين، باعتبار أنه نحن يعني عم نحتفي بالحاضر كوي. والغائب اللي هو فاتح المدرس، ما هذا فاتح لنا المجال. لا، وهذا اللي هالسر اللي بيناتكم، السر اللي بيناتكم اللي ما أفصحت عنه، ما أفصحت عنه. فأعطينا أمثلة عن فنانين أنت بتعتز فيهم، فنانين كبار، مو بس شعراء وكذا، بس أنت مسكون بالشعر، أنت طيب. ما بإيدك. طيب، أنت شاعر، أنت مفكر، أنت أديب، ما بإيدك. بس أنا كمان بشتغل بالفن التشكيلي. لا، أنا ما بقدر. ما بحكي عن المبدعين الخلاقين. أفضل. ما مش كونهم شعراء، بس أعطيت أمثلة من أشخاص بيعرفوه الجميع. نعم. مشان هيك حتى يكون المثال أكثر وضوح. هلا إذا بنحكي بالفن، حتى الآن الفن التشكيلي لا يزال يعني مع الأسف تغلب على الاهتمام به النزعة الاستهلاكية التجارية. ف
فبعد ما صار جزء من حياة العربي الفن التشكيلي كما هو الشعر جزء من الحياة العربية بعجرها وبجرها يعني. فيعني الفن بعده حديث بالنسبة لمجتمعاتنا الحديثة، علما أنه البلاد التي ننتمي إليها قبل الإسلام وبعد الإسلام أيضا هي بلاد مليئة بالفنون، مليئة يعني بتروحي على مدينة بتشوفيها بكاملها كأنها لوحة، بكاملها كأنها قصيدة، لكن بقوة الاستهلاك وبقوة الثقافة التي سادت أهملنا. أنا بعرف حلبيين، بعرف دمشقيين ما بيعرفوا دمشق، يعني ما بيعرفوا يقرؤوها، ما بيعرفوا يشوفوها. يعني مدينة مثل دمشق طبقات تاريخية كبرى، أنا ما شفت ولا دمشقي بيحب دمشق كتب عنها كتاب في مستواها مثلا، ولا 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 واحد. بجوز ما بمستوى لغتك أو بمستوى لا أناقة تفكيرك ولا حد ذكائك، بس كتب كتير عن الشام. بس الأجانب كتبوا عن، ليش؟ لأنه عرفوا يقرأوا دمشق، وعرفوا يقرأوا حلب، وعرفوا يقرأوا تدبر، وعرفوا يقرأوا بعلبك، بس نحن معنا نشم الياسمين. نحن ها؟ نشم الياسمين. خلينا مين مش مضبوط. يعني بعد القراءة عنا بدأ إعادة نظر بعدها. اللي كنت بدي أحكي إنه كنت عم بحاول ألاقيها بالكتاب، بس يعني ممكن الواحد يحط علامات على كل صفحة أصلاً. كان إيه طبي إنه كان عم بيقول الفاتح المدرس إنه الفن ما عندوش زمن معين بيخلص فيه، زي الكلام اللي حضرتك كنت عم تحكيه والكلام اللي حضرتك عم تحكيه برضو، إنه رسمات الكهوف يعني الأوائل البشر اللي تركوا رسمات في الكهوف أو اللوحات لازال لليوم نحن بنوقف قدامها بانبهار أو بننبهر بالمحاولات اللي يعني الرسائل أو التعبيرات اللي حاولت إنها تكون تحملها هذه الرسوم. فكان عندي هيك برضو فضول على إنه أسمع من حضرتك أو من حضرتك عن كيف بتشوفوا إنه فاتح في شغل فاتح المدرس اليوم هذه العلاقة مع الزمن الممتد. هلا كويس، يعني الأثر الفني كيف يستنفد وكيف لا يستنفد. حلو. يعني إذا قلت مضطر أعطي أمثلة حتى ما تكون كويس. ما تكون نظري كثير يعني. صح كويس. إذا قال لك شاعر الرأي قبل شجاعة شجعاني هو أول وهي المحل الثاني، هذا كل الناس بيقرأوا وبيعرفوا بعدين. إذا شاعر ثاني من قال لك مطر يذوب الصحو منه وخلفه صحو يكاد من النضارة يمطر. وين بتشوف الشعر؟ بالرأي قبل شجاعة الشجعان، ولا بتشوفيه مطر يذوب الصحو منه؟ ثاني. كلنا ليش؟ لأنه وهذا هو ليش بيبقى العمل الفني العظيم إنبويزابل، لا يستنفد، بتضلي تقرأيه باستمرار، وكل جيل بيقرأه بإطاره الثقافي اللي عايش فيه. وهالشعر هذا هو اللي لأنه خلاصة تجربة بالعلاقات اللغوية وخلاصة تجربة بشرية بضل طاقة مشعة لا تستنفد، بينما القصائد الثانية اللي هي إعادة كتابة
لأنه الرأي قبل شجاعة الشجعان هذه حكمة بشرية شائعة بين الناس. إجا المتنبي وهو شاعر كبير أعاد كتابتها بهذه الطريقة. وإذا هذا يستنفد ليش؟ لأنه يعني التجربة الزمنية أغنى منه، لكن النص الآخر لا يستنفد لأنه دائما يفتح إمكانات لقراءة العالم بشكل مختلف. وإذا الباقي والحي من الفنون هو الذي لا يستنفد، يعني هو الذي لا يندرج في إطار الاستهلاك وفي إطار الثقافة العامة، واللي هو بيعبر عن لحظة عابرة، بيعبر عن لحظة أبدية. ومش وهذا اللي بيخلي الشعر اليوناني بعده موجود، والشعر يعني أجمل قصائد الحب كتبت في العصر السومري والبابلي والفرعوني. ليش؟ لأنه فيها عمق في العلاقات الإنسانية. إذا استغنى عن هذا الإنسان ببطل يصير إنسان، ويكشف عن مثل هذه العلاقات. ولذلك كل شعر يرتبط بالإيديولوجيا، كل شعر يتحول إلى أداة لمدح أو لهجاء أو لدثاء أو لوصف. مجرد ما حول الفن إلى أداة ينتهي. مثل ما فينا نحول الله إلى وسيلة، الله غاية. إذا حولتي وعملتي حارس على بابك خلص صار جندي يعني، والجندي في مئات الجنود وهكذا. بركان، سؤال لك ست منى، عن كيف من أكيد كل ما الواحد بعيد برجع بيزور يعني إحنا منقول إنه الأعمال تبعت فاتح المدرس لا تستنفذ إن شاء الله، كيف كل ما بتزوري أو بتعيدي النظر بالشغل أو بالوقت اللي عملتوه مع فاتح المدرس، سواء باستضافة هذه الحوارات، اللحظة وقتها، إعادة قراءة هذا الكلام، حتى بعد إعادة ترجمته أكيد رجعت وقريته، كيف كل مرة عم بتعودي ترجعي بتتذكري أو بترجعي بتقرأي وجود فاتح المدرس كلحظة فنية بالإضافة لأعمال الفنية في هذا في تاريخ الفن تحديدا في سوريا أو في المنطقة العربية؟ نعم، مثل ما قال أستاذ أدونيس، أي عمل إبداعي ما إله زمن، هو بيتم على مر الزمن. وأنا بعتبر أنه فاتح المدرس من هالمستوى. فاتح المدرس ما كان فقط رسام، هو مفكر، وعم بصر على كلمة مفكر، لأنه بحواره مثل ما قريتي أنت بالكتاب كان في رؤية، كان في فلسفة بفكره، كان في تساؤلات بفكره، كان له منطق يختلف عن منطق الأستاذ أدونيس. من هون جمالية الحوار، كان عم يحكي يؤمن بالحدس، بينما أستاذ أدونيس هو العقل، والعقل كان عم يحاول يجذب هالإنسان البوهيمي اللي ما في شيء بوقفه. وانت يعني بجوز قريتي، بس أنا حاضر الحوار وعم شوفهم هلأ قدام عيني يعني على بلكونتنا على كذا. ففاتح المدرس شخص من الأرض، وهو شخص طلع من البرية من الأرض، وكتير معجب بهالشي ودافع عنه. ولذلك بتلاقي رسوماته ما بتشبه رسومات حدي. فاللي بدي ارجع اقوله انه الحدس والعقل، فاتح كان يعتمد على الحدس والوجودية، أدونيس ما كان هذا اللي يعتمد عليه، هو يعتمد على العقل.
في بحكي لك حادثة بهالمجال. كيف فاتح المدرس بداياته بالفن راح لإيطاليا بده يعمل دراسات الفن. أخذ بورتفوليو تبعه عند السوبرفايزر تبعه الأستاذ المشرف عليه. قال له أنت منين جاي؟ قال له أنا جاي من سوريا. قال له شو بدك؟ قال له بدي أتعلم فن. قال له بس أنا عم شوف سوريا هون وأنا عم شوف الفن بالبورتفوليو اللي عطيتني إياه. اتعلم التقنية وحافظ على هالشيء لأنه هذا الفن. الفن هو الشيء الأصيل اللي بيطلع من حقيقة الإنسان من أرضه، ما بالضرورة الأرض بالمعنى الجغرافي بس بيطلع من بأصالة أكتر. وهيك كان الحقيقة فاتح مدرس. وفاتح المدرس بالتحديد شخص له خصوصيته، خصوصيته بالعبث الفظيع اللي عنده واليقين الفظيع. ما بعرف قري يعني انت اكيد قريتي طبعا. بس عنده عبث رهيب بالحياة ويقين وإيمان رهيب. انا عم بحكي بالإبداع بالفن بالإنسان. هو كنت تسألي تقولي له انت فنان لك انا إنسان. وكان يعتبر انه الإنسان هو مدمر، الإنسان هو الوحش الذي يقتل. وهو كان دائما في صراع بينه وبين ذاته، مو بس بينه وبين الآخرين، بين يكون هو الوحش وكان وحش. وبنفس الوقت الصراع انه يكون هو ما بعرف شو بدي لك الكلمة، بس وإنما يحاول هيك يعطي نوع من الطمأنينة. بدي أحكي لك حادثة تانية ولو أطلت عليكم بس حلوين. رجع من دراسته، كانت ألفت كلية الفنون الجميلة بدمشق بال 1960، ورجعوا اللي كانوا عم يدرسوا كلهم بأوروبا ليعلموا بالكلية. فكانت الأساتذة من الجيل القديم كلهم كلاسيكيين، يحطوا الموديل يحطوا الكذا ويعلموا الأولاد الطلاب الرسم والهذا. إذا فاتح المدرس فات على الصف مسكر شبابيك مسكرة وكذا. قال له شو هذا؟ هذا شو عم تعملوا انتوا هون؟ افتحوا الشبابيك، قيموا الكتب والورقة والقلم من إيديكم واطلعوا من الصف. هذا ما بيعلم فن. الفن هو الحياة، الفن هو برا. الفن شو بتشعر، مو كيف تعرف ترسم موديل أو كيف تعرف. وحقيقة عمل انقلاب بالكلية بوقتها وعمل انقلاب بطريقة التدريس والتعليم، كما عمل انقلاب بالحركة الفنية والمشهد الفني السوري. وما في إله هلا أنا يعني ما لأني أنا معجبة فيه، بس فعلاً وقت البراجع وبقارن وبشوف فعلاً لوحته ما بتشبع أي لوحة حدا تاني لا من الغرب ولا من العرب. بينما في كتير فنانين كبار بس كوني شايفة اللوحة بشكل أو بآخر شايفتها بمكان تاني، وإنما فاتح لا. جميل. احنا رح نفتح المجال للجمهور يعطونا برضو أسئلة، وأنا عندي شوية أسئلة من رولا بعلبكي اللي ترجمت الكتاب. عم تقول إنه فاتح حكى في الكتاب عن الهوية في الفن. الهوية كلمة غامضة، هناك خط يربط أعمال الفنان لا يمر بالعقل بل خفية عن العقل. السؤال لحضرتك، هل توافق أن هذا الخط هو عبارة عن لوحة أو عمل واحدة مقطعة إلى آلاف الوحدات، وأن العقل لا دور له في تكوين هذا الخط؟
إذا هذا السؤال مش واضح فيه غيره. لما فهم السؤال. طيب نأخذ اللي بعده. نأخذ اللي بعده ولا نعيده؟ أخذ اللي بعده ولا نعيده؟ واضح. نأخذه الثاني. لا لا بس عيدي لي السؤال. أنا حيده السؤال. هل فاتح حكى الهوية كلمة غامضة؟ هناك خط يربط أعمال الفنان لا يمر بالعقل بل خفية عن العقل. أيوة. زي اللي كنا بنحكي عنه الأمري. كويس. هل توافق أن هذا الخط عبارة عن لوحة أو عمل واحد مقطع إلى آلاف الوحدات؟ لا بس يجب أن يكون حاضر بشكل أو بآخر في أي عمل فني يقوم به الفنان، لأنه هذا يعني انفجار أو اندفاع، يعني جزء من هوية الفنان. وعلى سيرة الهوية، الهوية بالفن ليست يعني موروثي أو مكتسبي، وإنما الهوية نفسها هي إبداع متواصل، والإنسان يبدع هويته فيما يبدع أعماله وأفكاره. وهذا طبعا خلافا لمفهوم الهوية السائد، لأن الهوية السائدة هي هوية وراثية. وطبعا اللي قالته السيدة منى قراءة جميلة وصحيحة، لأنه فاتح يعني الكلام على الهوية بردنا للأشياء اللي قالتها السيدة منى، أنه كان من جهة الطبيعة، من جهة العناصر الحية والمفاجئة وغير المقننة واللي هي انفجارية باستمرار. ومن أجل ذلك هويته يعني لا تكتمل، هوية الفنان لا تكتمل، باستمرار يبدع هويته فيما يبدع أعماله الفنية. الهوية ابتكار وليست إرسال. وبالتالي في حركة في لحظة فاتح المدرس المتعلق بالأرض وعم يجيب كل هاي، كيف هو مش إرث، بس هي قصدك تقول إنه علاقة فاتح بالأرض هي هوية أكتر منها إرث؟ لا أو غيره، يعني في حالة فاتح مثلا. لا القصد لا ما هي كل ما أقصد. تفضل دوريس. القصد بتصور هيك، تقصد إنه في الإنسان له يعني يعيش بين نهرين أو يرث نهرين عظيمين. النهر الأول يجي من الإنسان والتجارب الإنسانية، والنهر الثاني بيجي من الأرض والطبيعة ومن الرياح والعواصف وإلى آخره. ف يعني في فنانين كبار بيجمعوا بين الشيئين، وفي فنانين أكثر ميلا إلى الطبيعة، وفي فنانين أكثر ميلا إلى الثقافة. لذلك في تعارض بين الطبيعة والثقافة، بس بقدر، وحتى في نقاش حول القضايا هي، في آراء بتقول بقدر ما تخضع الثقافة للطبيعة بتكون كويس، وفي رأي آخر بيقول العكس، بقدر ما تطوع الطبيعة للثقافة بتكون مهم. طبعا أنا وفاتح من الجهة الأولى، بقدر ما نقترب من الطبيعة نقترب من أسرار الكون، لأن الثقافة ما فيها أسرار، الثقافة فيها معلومات وتراكمات مزبوط. ومرتبطة بالعادات والتقاليد وبتتغير، بس الطبيعة الحقيقية بتضل فيها أشياء كامنة وسرية وغامضة، والفن هو من جهة الأسرار والغموض بهذا المعنى. يعني أنا تسمحي لي بكلمة بالنسبة للأرض عند فاتح، مثلا هو بيعتبر أمه هو هي الأرض، ما بيعتبرها امرأة، هو بيعتبرها الأرض، فهذا شيء رمزي غير الأرض بالمنظر الطبيعي أو السهول اللي رسمها أو المناطق اللي رسمها على طريقته، لكن الأرض بمعنى الخصوصية، بمعنى الانتماء، بمعنى الهوية.
هو ربي بالشمال السوري وبعدين انتقل على المدينة وبعدين اتنقل. فلكن لاحقته هاي الأرض، الأرض يعني الرمز اللي هي خصوصيته، اللي هي جذوره، اللي منها تكون فاتح واللي منها صارت تناقضاته. فهي الرمز. حتى الأم هي ليست امرأة، أمه أمه تحديدا هي أرض. جميل. بينما ثقافتنا السائدي هي المرتبطة بالتاريخ مش بالطبيعة. وبعتقد هذه من المشكلات الكبيرة التي نواجهها. كل ثقافة مرتبطة بالتاريخ يعني بدأت تصير صراع داخلي فيها، شيء مرتبط بالتقاليد، شيء مرتبط بالدين، شيء مرتبط بأشياء أخرى. ولذلك الثقافة بتكون متصارعة باستمرار، متناقضة وفقيرة في الواقع، وبتكون إجمالا سياسية. هلا الثقافة السورية إجمالا هي ثقافة تاريخية مش ثقافة طبيعية، بينما في سوريا الطبيعة بالأغنى يعني طبيعة غنية جدا ومتعددة ومتنوعة، لكن لا تظهر إلا كأن جنة، يعني حديقة، جبل، نهر، بس بأبعاد الميتافيزيقية لا تظهر، لا تظهر لا تظهر في كون احتضن حضارة الإنسان الأولى، كونها هي اللي اخترعت الأبجدية اللي علمت العالم، كونها هي اللي اخترعت كتبت أول قصيدة حب كتبها إنسان، كونها عالجت أول حضارة في العالم الصراع بين المدينة والريف والقرية في أسطورة عظيمة استفادت منها حتى الأوديسي هوميروس اللي هي محمل جلجامش، وجلجامش وإنكيدو. إنكيدو يمثل الطبيعة والبراءة وكل ما هو غير مدني، وجلجامش يمثل المدينة والسلطة والسياسة وكيف تصارعوا وبعدين كيف حلوا مشكلاته. فإذا فاتح من هذه الجهة، وأنا أتمنى أن أكون من هذه الجهة أيضا. وأنا كمان. في حين مع الأسف أنه في بلادنا إجمالا البلاد العربية ثقافة التاريخ وبشكل خاص الفترة المتأخرة من تاريخنا التاريخ الإسلامي، مثلا أنا أستغرب كيف ممكن دين عظيم يعني أو لا يعنى بالتاريخ الذي سبقه، بالعكس بيهدمه ويسخر منه إلى آخره. يقول هذا موضوع ثاني، يفوت بين كل لموضوع لأشياء مختلفة.